أيضا شخص جميل كان معنا داخل أسوار القرية ولكننا فقدناه وودعنا، ويوصل رسالة جميلة لكم أنتم بصوتها الشجي وبعدها رسالة للجميع بالاستثناء. أعطونا. نصيحتي لأخواني المتسابقين هي حاجة واحدة، اللي عنده شيء بيقدم شيء، مبادرات أو فعاليات يقدم، لأن أنا ذا الحين أنا يا محمد والله أتمنى أرجع بس لو يوم ولا يومين أطلع إبداعي والشيء اللي عندي، وأنتوا كلكم مبدعين. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقكم ويحقق مبتغاكم، والله يجعلنا إن شاء الله حنا وياكم من المحظوظين والمحبوبين في الدنيا والآخرة. أهداء لأخوي عبد الله الحلافي. قولوا لعبد الله اللي خاطره ضايق، الصاحب اللي على فرقاي يبكيني، الصاحب اللي على فرقاي يبكيني، أنا أشهد أني عقب فرقاه متضايق، لمن ذكرته تهل الدمع من عيني، لمن ذكرته تهل الدمع من عيني. هو طالما حبيبنا خص الحلافي فأنا أبغى أسمع التعليق منك. الله العظيم لا تعليق صراحة، بكاني مرة ثانية، لكن الله يستر عليه وسمح دروبه ولنا لقاء إن شاء الله. عسى الله يحفظه، الأيام أباحت، عسى الله يحفظه وعسى الليالي تجمعكم إن شاء الله بإذن الله. طيب، هذه تحية بالنيابة عن جميع المتسابقين، لك حبيبنا العيافي وأيضا لحبيبنا